تواصل قوات ألوية العمالقة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية لمديريات التحيتة وبيت الفقيه والدريمي، واقتربت من استكمال تطهير مركز مديرية التحيتة عقب هجوم واسع شنته على جيوب الميليشيا في المزارع والمناطق المستوية في السويق والمغرز والمدمن، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية إلى جانب أسر آخرين. وتزامن الهجوم مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية على امتداد الساحل الغربي.